إحساس صعب الوحدة تشكك بقدراتها وتحس إنها بتقدرش. مش هوين المرأة تكون قاعدة بالبيت وتحس إنها انخلقت للبيت وشغل البيت، خصوصاً إذا كانت دايماً حابة تتعلم وتتطور. أنا ربيت 6 أولاد والحمد لله أعطيتهم من كل قلبي ودعمتهم على الآخر عشان يتعلموا. بشي مرحلة وبسبب مشاغل الحياة والتقدم بالعمر الوحدة بتصير تشكك بقدراتها إنها تحقق حلم التعليم، وشوي شوي بتنسى الحلم. كثير حاولت إني أفتش عن حالي ولقيت إنه التعليم إشي أساسي بحياة المرأة وهو الإشي اللي كان ناقصني، وانضمامي لمشروع فرصة تانية كانت نقطة الانطلاق لشخصيتي. من أجمل الأشياء بالمشروع هي المجموعة، وإني حسيت حالي جزء من مجموعة داعمة محبة ومعطاءة. كنا ندرس مع بعض ونساعد بعض وعلاقتنا ببعض قوية ومتينة. التواجد بهيك إطار رجع لي إيماني بحالي بقدراتي عشان أقدر أكمل. المظبوط بدون مجموعة ما كنتش بوصل. أنا نهقت لقب أول بعلم الاجتماع في الجامعة المفتوحة، موقفتش أحلم، رح أكمل تعليم وأنا عارفة إنه عندي القوة الكافية إني أستمر. أعطوا كمان النساء فرصة تانية ليحققوا حلمان. اكتبوا على الرابط وتبرعوا على المشروع.